أطفال التوحد عادة ما ينظرون إلى الحياة بطريقة مختلفة، يعبرون بطرق غير الطرق العادية لسائر البشر، يحتاجون لأشخاص يتفهمون احتياجاتهم. ولأجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لاضطرابات التوحد، والتي كان لها الدور في مرافقة ذويهم. الجمعية تعنا عندها هدف واحد، هو دمج هؤلاء الأطفال في الوسط العادي. لما نقول الوسط العادي معناها في كل مراحل عمر الطفل يجب أن يكون مع أقرانه من الأطفال. أنا أم طفل زكريا، هو طفل الحمد لله دردد يعني خطوة عملاقة، وهذا كله نتيجة الدمج تاعه في المجتمع. الخطوة الأولانية كانت بفضل الجمعية، وين بدا زكريا الخطوة الأولانية تاعو في دون اون كلاس سبيسيال، في قسم خاص. لكن لما لقيناه باللي عنده قدرات انه يتقدم، انه يخرج واش كاين القدرات اللي عنده، تم دمجو في المحيط العادي. القبول، المرافقة الدائمة، الاهتمام والمساعدة، وأهم شيء معاملته معاملة عادية كباقي الأطفال، ودمجه في المجتمع وعدم عزله في أقسام خاصة. فحسن المرافقة والرعاية تخلق موهبة مميزة تماما مثل زكريا. لأن مرافقة الطفل التوحدي ولا المراهق التوحدي تكون دائما على حساب الوضع الحالي، يعني الصعوبات الحالية والوضع الحالي. ومن بعد كبري الأولياء راح يشكيوا من صعوبات في تربيتهم، في مرافقتهم، في الإدماج المدرسي، في قاع الصعوبات. وحنا نحاولوا نمدوا حلول قاع هاد الصعوبات باش من بعد المرافقة، باش من بعد تطور طفل توحدي يستمر. لأنه هاد الأطفال لما تكون مرافقة صحيحة يعني يتطوروا بطريقة بعض الأحيان عجيبة. راهو من الأوائل في القسم، دي نوت يعني اكستراوردينير في الفيزيك، في المات، في العلوم، في كده. دوك تشوفوه كيفاش يهدر معاكم. كل هذا بفضل أنه المجتمع تقبله. Well, I just want to be myself. I want to be a doctor. But I don't believe that if I live here, I can't pursue my career. Like, I need to pursue my career in a different country, in a different state. But I just need to wait until I find a way, or I need to just create a backup plan. اختلفوا في نظرتهم للحياة ليتميزوا في ذكائهم، لذلك أصبح من الضروري اليوم دمجهم في الحياة العادية مع إعطائهم حقهم الكامل في المجتمع كالتعليم المجاني والنشاطات الترفيهية والرياضية التي تساعد في تطوير حالتهم الصحية.